ايه قايلين خالو؟ انا ما قلت لك هي المرة ممنوع تفوت على هذا المجمع؟ طلعوها لبرا بسرعة. بس مدينة عم تشتغل هون، وشيرمين خانو متصلت بالإدارة شخصيا وخبرتهم. وبعدين معك انت اه؟ شو معقول ما بيع عندي بهالحياة شغلة غيري؟ انت عم تعملي هيك مع رفيقتك الغبية مشان تجننيني؟ شي بتبعتوا رسائل وشي بتحموا حوالي وبتحركشوا؟ اسمعي، المصاري اللي بتطالعوها اثنيناتكم بسنة كاملة، أنا بمنشور واحد بنشرب طالع أكثر منهم، فهمتي هلا يا ترى؟ أنت مين؟ وأنا مين؟ عم أسألك فهمتي جاوبي؟ لك أنا مع مين عم أحكي؟ عم قلك جاوبي. فهمت آيلين خانم، فهمت عليكي كتير منيح. أنت وحدة ما إلك قيمة أبداً. انت كيف بتحكي معي بهالطريقه؟ وحده خدامه مثلك كيف بتحكي معي انا هيك؟